قرار المجاهد فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لترشحه لعهدة الاستمرارية، لأن نحن في أسرة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ندرك أهمية الاستمرارية وندرك ما حققه القطاع خلال 20 سنة خلال فترة حكم فخامة رئيس الجمهورية، إما قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والحوار الاجتماعي، ولهذا ندرك قيمة الاستمرارية الذي لطالما أولى عناية وأهمية بالغة لمسألة ترقية حقوق العمال وتعزيز الحماية الاجتماعية ونشر ثقافة الحوار والتشاور الاجتماعيين بين كل الشركاء في عالم الشغل ضمن رؤية تسودها الثقة وروح المسؤولية وتغليب لغة الحوار والتواصل ما بين كل الفاعلين دون أي إقصاء. ونقولها احنا فخورين عليها أن بلادنا يستحق الاستقرار الاجتماعي. نصهر يوميا كنقابيين كعمال كعاملات كالمتقاعدين أن الفوز تاعو يكون على قيمة كبيرة إن شاء الله في 18 أبريل. وأنا نقولها مسبقا ما عندنا حتى الشك أن الفوز يكون قوي. الجزائر كاع راهي معاه. أسمع مواطن شعبي شباب نساء، يعني الجزائر كاع مع الرئيس. فئات كامل. فئات كامل. سيدي سعيد شحال يقدر يجي؟ موافقين ولا لا؟ موافقين. احنا نجيب احنا نكونوا من الناس اللي رايحين يساهموا بالقوة.